هعرض عليكم دلوقتي فيديو لراجل مسن اسمه عم محمد، عنده 3 بنات، معهوش يعني ما عندوش مقدرة مادية، ما فيش معاه غير المعاش اللي بياخده كل شهر علشان يصرف منه على بنته اللي عاوز يجوزها. قرر ان هو يزود دخله بطريقة شريفة. تعالوا نشوف هذا الرجل المسن عمل ايه علشان يزود دخله بدون التسول وبدون اللجوء لاي حد. عطاني العدة الفوري، عطاني العدة الفوري وعلمني عليها كمان، عشان هما كان الاول معايا الكروت بيخربشوا كروت ويضيعوا النمى، واروح اغيرهم من النار شويه. قال لي انا عندي بقى واحده زياده، عنده 3 وحدات من الفوري. وروح معلمني بقى وحطها لي، بس قال لي لو اتكسرت بقى هتدفع 10,000. فانا بقى بعمل عليها وعلمني، لما يكتب بقى ناجح يبقى وصل على طول. انت بتشحن كروت موبايل بس ولا ممكن وشحم على الهواء وتحويل الفواتير وتحويل الرصيد كده يعني؟ انت بتلف فيها طول النهار كده؟ ما هو المعاش مش مكفي، وانا بقى اروح بقى بقول شحم على الهواء وتحويل الرصيد، وربنا بيكرم والله. ربنا يرزقك يا حاج. والله بيكرمني ربنا من فضل الله، والله ربنا يكرمك، ربنا يعزك يا بنتي ويبارك في عمرك ربي. كله بإرادة الله. ما هو كويس ان انت اتعلمت وعرفت تستخدمها. ما هو علمني اهو، واخد بالك؟ لما يكتب ناجح يبقى وصل على طول، يكتب ناجح يبقى سهلة يعني مش صعبة. وما انا اولادي بنات 3، انا ما بشغلش البنات.